Aldım zaten. Aldım. Hadi. الحمد لله وصلنا اسطنبول وهذه شقتنا. السونة تحيل الأنوار. نشوف الفيو. سلسلي عكس. شوف. طلبنا ايس كريم مره لذيذ. هذا الكوفي مشهورين بسان سيباستيان. ها؟ واو هذه شو اسمها؟ كيكة. تبي ناخذ كل نتا سان سيباستيان ولا ناخذ نوع ثاني؟ ميسي وجنن، واحد تيراميسو وواحد سان سيباستيان. سان سيباستيان شوكليت. احنا بساحة برج غلطة. برج. صباح لكم. مرة يهب المنطقة كلها اللي حولها كوفيات وكل شيء. هذه المعلومات عن برج الغلطة أو الغلطة. السلاين اللهم صل على محمد. يقولوا لي وزنك ذهب ما وقفت في اللاين عشان أرقى فوق البرج. اكتفي مشاهدة البرج من برا وبس. بس اقروا عنه معلومات عنه كثيرة. هنا اثار حلوه بس ما ادري صراحه وشو هذا. مسجد قديم مره.
المسجد القديم، ما أدري صراحة وش اسمه، مسكر يعني ما يدخل أحد، بس الشكل جنة ما شاء الله. بنفس المكان اللي فيه ذاك المسجد، ما بينهم شيء، شكله معلم سياحي صراحة. أشوف الناس يدخلون في لوحات وكذا شرح المسجد، بس ما دخلت، كان بدخله بعدين ما أدري صراحة، بس شكله جنة ما شاء الله. هنا البوسفور والعقارة، هاي جنة المنظر ما شاء الله. لا إله إلا الله، شوفوا ما في حواجز ولا شيء. هنا مول كافيهات على البسفور. الفقرة المحببة للجميع، فقرة السوق. الجو جنن، وصلنا هذه المنطقة نتغدى. هذه مشغولات بيد البيت، هذه ايش؟ خشبيات، خواتم، حلوة مرة. وصلنا بنروح عند الأساور، كل شكلها مشغولات دي باليد، بيت هذول التعليقات. شوف هذه تصلح لي تسوي وسم، تعليقة ثانية. جنة حبيت هذه. اي زي الجنة. هذه الصيدلية، الحمد لله لقينا هذا الفرع فاضي. منطقة جميلة، في بعد هنا مول قريب نروح نبشر. هذا ميدان تقسيم، أمس حاولنا ندخل بس كان مسكر. هذا المسجد مرة حلو، هذا الباص اللي يكون فيه جولات. الحين الساعة 10 تقريبا أو 10:30، يعني الشمس حارة لكن الهواء حلو. وصلنا محل الحلويات على ميدان تقسيم.
شوف هاي حلوة الهدايا جنة. شوف هاي هذا عسل، عسل طبيعي. هذا اللي جربته، هذا اللي جربته. عجبتيه انت؟ كبير طبها كذا ما في طعم. هذه بقلاء، هذه حلقوم، هذا حلقوم. كل نفس الوان الجهة الثانية من المسجد كلها محلات هدايا بقلاوة. المسجد شكله جنن، ودي أدخل شكله مو مسموح حد يدخل. محل هدايا بقلاوة حلقوم، هذه بعد حلويات. باخذ من هذا، اعطاني هذا مشروب رمان مرة لذيذ بس شكله حالي. الأشياء اللي عندهم اعتقادات في العين الزرقاء. هنا أكواب جنة من الأكواب. صباح العرفين، يما يمكن نلقى على العرفين. جميلة. هذا هو شارع الاستقلال. شين من المكان اليوم حاطين هنا، انت تختاري تسوي لك سلسال. شو عندي الاحجار واروش؟ شو الفايدة منها؟ هذا ريات السوق ان شاء الله. هذا المحل الجنان. Kağıdı bitmiş. لازم تجربون الشاورما حقتهم جنن كبيرة ما شاء الله تشبع.